بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة متابعين هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات الموفقة هنا بأرضية هذا الميدان، منذ لحظات ينطلق شوطنا العاشر، والشوط العاشر خصص الجعدان. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للأخوة المشاركين المميزين، سعيد بن محمد بن سعيد بن دلوان اللي على الصدارة، النقلة على شيبوب، سعيد بن عبد الله بن محمد بالهلي ثانيا، وهناك محك شعار الشايبة عبد الله بن أحمد بن عبيد بن خليفة بالساحر الاجتبي، نقلتنا على المركز الرابع ما شاء الله مليح، سالم بن عبيد بن نهيل الخاطري، وفي المركز الخامس هناك اللي هو مشاكس لسيف بن سلطان بن محمد بن شاهين العواني، وفي المركز السات المركز سات وصل بن علوان ايضا مع ضاري سالم بن علي بن مطر بن علوان الاجتبي، بينما اللي في المركز السابع هناك الرسمي حميد بن مبارك بن مسلم المنصوري، وفي المركز الثامن حاضر ايضا هنا جيلان لسي منصور بن سيب بن خلفان الغويس، وفي المركز التاسع ايضا هناك مودع راشد بن عامر بن دحفوز المنصوري، وفي المركز الخامس كاشح 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 من رشيدة الى ميدان الطي ما شاء الله راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. هكذا كانت النتيجة. الله يا محك، الله يا محك اللي غير على المركز الاول، اللي سيطر على مقدمة الشوط. يا سلام يا متعب، يا سلام عبد الله بن احمد بن عبيد بالساحر مضمر محك، متعب ياتي بالمركز الثاني لمحال سعيد بن محمد بن سعيد بن دلوان الاجتبي. يلا يا راعي متعب، يا راعي السلالات الجميلة، ثاني ثالث المراكز مشاكس ايضا سيف بن سلطان بن محمد العواني، وفي المركز الرابع في المركز الرابع هناك الرسمي لحميد بن مبارك بن مسلم المنصوري بن دعفوس، وصلكم مع مواد راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، اظني بوادع ونحن بنروح وياه، اشهد انه بنسرح وياه، اشهد انه ما بنخليه الكاميرا والمذيع والدريولية، ولكن شوف الثلاثيه، شوف بن دلوان شو يسوي من الجانب الاخر، سعيد بن محمد بن سعيد بن دلوان انا تشبي ولا مع متعب، أموادع راشد بن عامر بن دحفوس المنصوري الى المركز الاول، الى مقدمة الشوط، الى الناموس في حل وترحالة. سلام يا بن دحفوز، سلام موادع راشد بن عامر بن دحفوز المنصوري. متعب في المركز الثاني، سعيد بن محمد سعيد بن دلوان المركز الثالث، عبد الله بن احمد بالساحل المركز الرابع، منصور بن سيف بن خلفان الغويس، وسيف بن سلطان محمد بن شاهين العواني مع مشاكس خامسا. 3 دقائق التوقيت الزمني ما شاء الله تبارك الرحمن، 3 دقائق ثانيتين و63 جزء من الثانية، وسلام سلام سلام سلام، تحية واحترام بهذا الأداء الجميل والمميز.